الفنانة الكبيرة النجمة سوسن بدر، برحب بيكي على موقع مصراوي. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي. احنا في البداية حابين نهنيكي طبعا على أم الدنيا، ألف مبروك. اتعرض 4 حلقات في ردود أفعال إيجابية جدا على حلقات التسجيلية لأم الدنيا اللي بيتكلموا فيها، اللي ما شافش يعني بنتكلم فيها عن مصر القديمة حتى ما قبل الأسرات وما قبل التاريخ. بالظبط. أنا حابة أبدأ مع حضرتك، الموضوع مهم وعلى قدر أهميته فهو مقلق وكمان مرهق، فخلينا نتكلم في القلق شوية. يعني حضرتك كنت خايفة قلقانة من استقبال الجمهور، لأنه حاجة مهمة وحاجة تاريخية بتوثق أو بتؤرخ لحقبة مهمة جدا يمكن ما اتكلمناش عنها بالشكل ده قبل كده. حقيقي عندك حق. من الحاجات اللي كانت قلقاني جدا الناس هتستقبل الموضوع ازاي، لانه موضوع مهم وكان يهمنا كلنا، كل المشاركين في هذا العمل، ان يوصل للناس وان يبقى رد الفعل كويس، لان احنا يهمنا ان هو يوصل لهم كويس، لان احنا مش بنتكلم عن اي حاجه، مش بنتكلم عن تاريخ المعرفش الايه يعني صناعه، لا احنا بنتكلم في تاريخ حقيقي موجود موثق، ما ينفعش يتغير فيه حاجه، ما ينفعش. مراجع من الاف من مئات المراجعين سواء اللي كانوا معانا مشاركين في الموضوع او اللي قبل كده، فما ينفعش يبقى فيه غلطه. كان يهمنا جدا جدا انه يقدم بشكل يليق بالموضوع، احنا بنتكلم عن تاريخ مصر، تاريخ مصر القديمة. ما تتخيليش انا كنت خايفة قد ايه، يعني انا كنت اكتر واحدة مرعوبة، لان انا اللي هقول فما عنديش فرصة اغلط ولازم ابقى. رشاد كان بيطمني بدرجة كبيرة. رشاد هو اللي كتب المادة العلمية، وفي مراجعين لجنه من كبار الدكاتره والمتخصصين والاساتذه في الاثار رجعوا الحلقات ورجعوا المحتوى ورجعوا الماده المقدمه فيه مراجعه دقيقه جدا 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 مرات كتيره جدا، وبالتالي ما كانش قلقني المحتوى لانه خلاص تراجع هم صح، لكن انا هقوله بقى ازاي. هما كلهم ورا الكاميرا، انا اللي قدام الكاميرا، انا اللي هوصل الكلام ده للناس، وانا ما عملتش الحكايه دي قبل كده، ما كنتش حكاية، ده حكي. فهتحكي ازاي وهتحكي ماده تاريخيه ازاي؟ فقررنا ان احنا نقولها حدوته. فلما بدات رشاد قال لي حلو نكمل بالطريقه دي، ارجو ان احنا فعلا اكون عملت حاجه كويسه. حاجه متميزه جدا. يا ربنا يخليك. على مستوى الارهاق، احنا بنتكلم على عمل مرهق في تنفيذه، احنا بنلف اماكن كتير جدا، صحراء شاسعه واسعه، كمان على مستوى التحصيل والمعلومه نفسها. يعني حضرتك بتقولي كلام بشكل مباشر، مش بس تعليق صوتي، يعني حضرتك بتبقي قدام الكاميرا بتقولي كلام متخصص جدا، يعني بتتكلمي في الجغرافيا، بتتكلمي في الجيولوجيا، ساعات بنى الاهرامات، بتتكلمي في حاجات ليها علاقه بالمومياوات والتحنيط واشياء كثيره. فعلى مستوى الارهاق بقى، يعني تنفيذ الموضوع من ناحيتين، كنت بتتعاملي مع الموضوع ازاي؟ بس شفتي مصر فيها حاجات قد ايه؟ هندسه تلاقي، معمار تلاقي، ديكور تلاقي، تحنيط وطب وعلوم وصيدله، حضاره بجد انا ما اعتقدش ان اتوجد زيها. يعني الفتره اللي انا كان ليا الشرف ان انا اشتركت في عمل زي ده، انا بقيت عندي ذهول، يعني الناس دي عملت كده ازاي؟ حاجه في منتهى الروعه الحقيقه، وسابولنا تاريخ بديع. يعني كان شغل مرهق، كنا في الصيف، كنا في صيام شهر رمضان بالكامل، خدنا كله سفر من بلد لبلد، بس مش انا بس اللي تعبت، فريق العمل بالكامل تعب كلنا، وحتى اللي ما كانش معانا في الرحله الطويله دي. يعني واتشت كانت مرهقه اكتر مننا، لان كان مطلوب منهم انهم يتابعوا وينفذوا ويحققوا حاجات كتيره جدا كانت مطلوبه عشان العمل ده يطلع كما يجب. اعتقد ان احنا برضو عذبناهم معانا، بس الحمد لله المردود في الاخر والنتيجه في الاخر حاجه مشرفه، بتنسيكي كل التعب اللي شفتيه. نبتدي منين الحكايه؟ انتوا اخترتوا العنوان ده اول حلقه، واول حلقه كان في حبيب كده مشترك، يعني استاذ شادي عبد السلام الله يرحمه،
اللي كان بيعشق الحضاره المصريه، وكان يعني نقدر نقول ان هو حط سنوات عمره في خدمه الحكايه والتفكير في ان هو ازاي يتكلم عنها. عندك حق، عمره كله طبعا. الله يرحمه. بس بصراحه كده ما بتلوميش استاذ شادي عبد السلام الله يرحمه ان لولا تشدده ان يكون العمل المصري من الالف الى الياء حتى في الانتاج، هو السبب في ان اخناتون احنا مش شفناهوش وان حضرتك ما اشتركتيش فيه؟ هو مش تشدده، هو تمسكه بانتمائه وبان نفس اللي احنا فكرنا فيه، ان عمل زي ده ما ينفعش الا بعيون مصريه، بروح مصريه، بقلب مصري، بفكر مصري. قال نفس الكلام، مش هينفع فيلم بيحكي عن فتره من اهم الفترات في مصر القديمه، فتره حكم اخناتون، يتحط على التتر اي حاجه مش مصريه. هو طبعا نخسرش، ده علمنا، ده ادانا درس ان مفيش حاجه في الدنيا تساوي انتمائنا وتمسكنا بهويتنا. هسال حضرتك سؤال كده، بما انك بقى كنتي خلاص بقيتي يعني ممكن نعمل رساله في اسامي الملكات والملوك يعني فتره ما قبل الاسرات والاسرات وكل حاجه، يعني حضرتك كنتي متمكنه جدا فهنعمل بحث بقى. بس يعني حابه اسال حضرتك في نقطه معينه ليها علاقه بان بما ان البدايات كانت ليها علاقه من خلال الاستاذ شادي عبد السلام بالتفكير في ان انت تعملي عمل فرعوني، ودلوقتي احنا بنتكلم على عمل مهم بيتكلم عن الحضاره المصريه القديمه. لو مش هقول سوزان، يعني هقول سوسن بما ان استاذ شادي الله يرحمه قال سوسن عشان يبقى اسم مصري. لو عايشه في عصر فرعوني حقبه من وقت الفراعنه، يوم سوسن هيكون ازاي؟ وهتختار تبقى حد من عوام الشعب، هتختار تبقى ملكه، هتختار تبقى طبيبه، كان في رئيس وزراء، تختاري مين واليوم ماشي ازاي؟ تصوري ان كل امراه من اللي انت ذكرتيهم دلوقتي، الملكه كان عندها مهام صعبه جدا جدا وخطيره ومهمه، لما كانت بتبقى زوجه كان لازم تسند زوجها في الحكم، لما كانت ام لو هي ملكه ام كان لازم تحمي ابنها، لو هو طفل كانت بتحكم بداله، فهتحكم ازاي علشان تعلمه هو يحكم لما يكبر. لو كانت رئيسة حكيمات زي ما كان في رئيسة حكيمات ومولدات بتعلم الممرضات والبنات اللي تحت ايدها ازاي تشتغل مولدة بتولد، كل دي مهام مهمة جدا، من اول اللي كانت ام وملكة لغاية الست اللي كان عندها تجارة وكان عندها بيوت وكان عندها مزارع وكانت بتسجل تجارتها ازاي وشغلها كان ماشي ازاي، ولما زعلت من ولادها عملت ايه وراحت اخدت حقها ازاي بالقانون. يعني ما فيهمش ست ما كان لهاش دور، من اول الملكة الام لغاية الست البسيطة اللي كان عندها شغل وزراعة وتجارة خاصة بيها. فتخيلي لو انا هختار ان انا ابقى واحدة، ما هبقى اني واحدة، لو انت تختاري هتعملي ايه؟ ملكة طبعا الله يخليكي. حضرتك يعني اتكلمنا في الفيلم على او اتكلمت في الفيلم على ان قد ايه الحضاره الفرعونيه لسه مأثره فينا، احنا لسه بنقول كلمات زي شنا ورنا، لسه بنقول كلمات زي الست، حضرتك ذكرتي ان ايزيس هي ايسا، ايوه فالست جايه. فكنت حابه اسالك او تكلميني عن مدى، واكيد انت حضرتك قادره لان مرحله البحث والتقديم الحلقات كلها خليتك عندك خبره او عندك معلومات اكتر من اللي عندنا، قد ايه الحضاره المصريه القديمه لسه مأثره فينا ده في طقوس كمان وفي حاجات بنعملها واحنا مش واخدين بالنا ان احنا بنعملها. لما تقولي القطه بس ده هو اسمه، لما بتمسكي قله ولا حاجه علشان نكسرها في الارض، بس دي معلومات جايه لسه هنشوفها في الحلقات، عشان هم كان عندهم قناعه ان احنا لما بنعمل كده فاحنا بنكسر الشر يعني. اللي ده لغايه النهارده احنا بنعمل حاجات، الاكل، الطبخات ده في هي اكلات كانت بتقدم كده. ما انا عشان كده مش عايزه يعني بتكلم، انا بتكلم على ده في حلقات جايه فيها يعني جدا جدا جدا، لما بنخش في تفاصيل الحياه اليوميه بقى زي ما انت بتقولي كده للبيت المصري القديم، هتتفاجئي هتتفاجئي جدا. عظمه ام الدنيا كمان له علاقه بان قد ايه كلام متخصص جدا زي مثلا الكلام عن الاهرامات
وتطور بناء الاهرامات وشكل الاهرامات لحد ما وصلنا لخوف وخفرع ومنقرع منقورع منقورع احنا بنقولها منقورع فعلا. يعني انتوا كنتوا مهتمين ان الكلام يوصل بسيط قوي كده رغم تخصصه قوي. اه فده خد وقت من حضرتك برضو قد ايه في الاعداد في ان انت تقدمي بطريقه مبسطه؟ اخد وقت بس اخد الوقت الصح يعني ما كانش هينفع لا يتاخد اقل من كده وقت علشان ما نطلعش بنقول كلام فيه لهوجه ولا اخد اكتر من كده بس هو اخد مجهود انك ازاي تبسطي معلومات حقيقيه وتاريخيه تقوليها بس بشكل بسيط تقوليها بلسان دارج بسيط فيوصل لكل الناس. انا حاجه عشان ما اطولش برضه عشان زمايلي بس في جمله حضرتك كلمتيها عن سنفرو تحديدا قلتي قد ايه السيرة الإنسان سيرة وقد إيه لما بيكون سيرته طيبة بتفضل موجودة حتى بعد آلاف السنين. إن إحنا بنقول على سنفرو حد طيب وابتسامته موجودة على تماثيله وقد إيه ده انعكس لنا بعد كل آلاف السنين دي. يعني إيه اللي سوسن بدر تحب إن هو يتقال عنها؟ يعني عن سيرة سوسن بدر تحب يتقال إيه عنك؟ بصي هو سؤال صعب بس عندي أمل إن شاء الله أملي في الله إن الناس تفتكرني بالخير وإني أكون لغاية ما ربنا يكتب لي الله يخليكي إني أكون عملت حاجة في حياتي لها قيمة ما بقاش مجرد إن ربنا إداني موهبة وأهدرتها لأ ممكن أكون عملت بيها حاجة بجد حقيقية بجد مؤثرة بجد عملت تغيير عملت فرق. مش هقدر اقول لك ان انا عشت حياتي كلها منقيه عمري بالفرازه ومنقيه اللي عملته بالفرازه انا زي اي بني ادم بيخطئ ويصيب بس ارجو ان ما تكونش اخطائي فادحه فاثرت بشكل سلبي وارجو ان انا تكون الحاجات اللي قدرت اقدمها في رحله شغلي دي ليها معنى وليها قيمه ده اللي يفضلوا فاكريني بيه. انا بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق ان شاء الله في باقي المواسم اللي لها علاقه بام الدنيا وشكرا مره ثانيه على ام الدنيا. ميرسي يا حبيبتي ميرسي.